عرفناش هادشي اللي وقع، ما عرفناش، ما عرفنا حتى شي حاجه، ما عرفنا السيد واحد السيمانه ولا جوج ولات كتبان عليه شي عياء وشي مرض، ولا كيهضر ولا كيتكلم، ما عرفناش، ما عرفناش شنو بيه. حنا كون عرفنا راه نعالجوه ونمشيو معاه ونعالجوه ونوقفوا معاه، ولكن حنا ما عرفناش هادشي جا. كان معصب، كان مريض مسكين ومرتبك وعنده واحد الحاله، واخا كيهدؤوه كيقولوا ليه زعما جلس وداه شي واحد الشراقي، داه مسكين شي واحد الشراقي، ولكن داك الشيء مسكين اللي داك الشيء اللي عنده اثر عليه، ما قدرش يصبر، صافي مسكين. ومشى وحزرها وجابها ولاو بخير، ولاو زعما كاينه هي هذه. شريفه خليك في بلاصتك، خليك قربي عندنا، قربي قربي لنا، قربي لنا، كملي. زعما بخير ولا معاها مزيان، مشات حزرها بس لها راسها جابها، زعما كانوا مزيانين شويه، عاوتاني جاتو ديك الحاله عاود مسكين. كاين شنو هي الحاله اللي شنو كان تيعاني من شي مرض ولا شي؟ ما كانش كيعاني حتى ولا دابا. كان تيدير الرقيه ولا شي؟ كان تيدير الرقيه، كان تيدير الرقيه، كيمشي كيحس براسو ماشي مزيان، ماشي شي حاجه كيهضر. كتقولوا بان اسباب الانتحار هي كان السحر. السحر هذا الشيء اللي تيقول هو، تيقول لراسو، تيقول لراسو، تيقول لاصحابو، تيقول لهم انا مسحور. بالنسبه اخر خطره لقيتي يعني مسكين، اخر مره ضعاف مسكين، وباين عليه الاثار ديال المرض، مسكين مريض باين عليه داك الشيء، لا هو فيه شي حاجه راه باينه فيه، ضعاف تبدل ولا في شكل ما بقاش مسكين حتى الخدمه. تقريبا ديال وليدات تخلى، تخلى ثلاثه. شحال الاعمار؟ ثلاثه اختي الكبيره، وكاين عندها شي 7 سنين وشي حاجه، وهي يلاه والده تقريبا دابا شي 6 شهور ولا 7 شهور، وكاينه الوسطانيه ثلاثة ديال الوليدات، وعنده بنيته مع المرة الأولى. ما كانوش مشاكل عائلية؟ ما كانوش اختي، كيبغيها وكتبغيه، وتا هي كتحماق عليه وكتبغيه، كتبغيه ومحتارمة، محتارمة دارها، محتارمة راجلها، وهذا الشيء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان جالس في الدار بدا شي حوايج، وقال أنا صافي خنق، صافي تخنق، عطاو كرسي جلس، من بعد ما بردوه عطاو الكرسي جلس شي شوية، قال أنا تخنقت تخنقت تخنقت، صافي قال ليها صافي أنا ما قدرتش نصبر، تخنقت. غادي مسكين كيجري طلع للدروج، طلع للسطح، فاش طلع للسطح تما فين تبعاته كانت الواقعه، ما حتى واحد ما فهم شنو 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 كاين تما، اللي كان اللي كان صافي، راه الناس كلها كتشوف وعباد الله كتشوف. الناس اللي اداو ما نسمحوش ليهم، ما نسمحوش ليهم، ما نسمحوش ليهم حتى الغدا قدام الله، ضيعوا على وليدات وضاعت المراه معاه، وخلاو الوليدات هكاك مشردين، خلاو الوليدات هكاك مساكن، خلاوهم خلاوهم باقي صغار، خصهم باهم خصهم امهم، لا هي لا هو، كون غيبقى واحد فيهم عاكون مشى هو بقات هي بعدا، عاكون مشى هو بقات هي، بقات هي تهز الوليدات. الام راه ماشي حل. حاجه العلاقه ديالهم كي كانت؟ كانت زوينه ولدي، كانت زوينه، كانت زوينه، تزوجوا على الحب، كتبغيه كيبغيها، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ما كانوش مشاكل، شنو واقع ليه ما نعرف، شنو واقع ما نعرفش، 130 بحال هكاك وقيلة، هي صغيرة عليه، هي صغيرة، ما نقدرش أولدي نقول لك شحال في عمرها، وإنما هي صغيرة عليه. ما عرفش بحال هكا وقيلة، ما نعرف ديك الحالة اللي بانت عليه قدر ديال شي حاجة مسكين وقعت ليه، ما داك الشيء ماشي طبيعي، ديك الحالة اللي ولا فيها الدري ماشي طبيعي، ماشي لخاطره، شي الخاطر نعرفوا صاحبه، صاحبه مصيرو الموالين الطاكسيات، الطاكسي مسكين، كنعرفو هو، كنعرف مراته، كنعرف كلهم، الله يعمر ليهم الطاع. طيب خلق الله، حنا بغينا حنا بغينا نعرفوا هذيك المساله، بغينا نعرفوا هذيك، سمعتي، بغينا نعرفوا هذيك المساله ديال السيده اللي دارت ذاك الفيديو وقالت لهم راه لا حمرته، راه ما كاين لا لا حمرته لا يديك لا يخليك، باش نوضحوا الراي العام. سمعتيني، راه ما كاينش اختي، راه ما لاحش مرته، حتى هي مسكينه، حتى هي راه شبعانه التعويد، حتى هي راه مريضه، سمعتي، راه كانت غضبانه مسكينه، وجات امه هي اللي ردتها ذاك النهار فاش رجعوا
لا صافي صالحهم وداكشي وتفاهموا بيناتهم وتعانقوا بيناتهم. واحد الساعة قالوا نخرجوا نتفوهوا في السطح. صافي خرجوا طلعوا للسطح تما فين وقعت الواقعة. شنو كتقول لهاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الافعال؟ شنو نقول لكم؟ الله ياخذ بهم الحق، الله ياخذ بهم الحق. لا ما فيش الله عمر هذا زوجهم يا الراجل معاه وليداته ومع المرأة مسكينة كانوا مساهمين كانوا الزواج ديالهم زوين كانت العلاقة ديال الزواج زوينة تاهما ساكن فين وفين. اه بخير لاباس كي دايرين؟ كي بقيتوا؟ حنا خويا حنا حاجة غير شي كلمة غير بسيطة ديري بعدا ديري البافيت ديالك ولا شي حاجة تتواجد مع الأم ديال غيبقى غيبقى اش غنقول على هاد السيده شتات ولدي شتات دارو الدعوه الله وهادشي اللي غنقول هادشي اللي غنقول شتات ولدي رجاته في حياته رجات مرت ولدي رجاته في بناته داعيها الله داعيها الله حسبي الله والنعم الوكيل فيها وهادشي ولدي اللي غنقول ما فيا اللي يهضر صافي صافي ولدي الام هادي الام معنا الام ديالو خويا انت انا بنت خالته شنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فهاد السيده هادي كما شتات بنياته وضيعته في حياته في حياه الزوجه ديالته راه ما يمكنش هو كيبغي مراته وما يمكنلوش يقتل مراته هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله. العلاقه ديالو خويا العلاقه ديالته مزيانه مع وليداته كيبغي بنياته كيبغي مراته كيبغي انسان طبيعي يعني راه ما كايناش شي حاجه لا تخليه يدير هذا الشيء راه ما يمكنش حسبي الله ونعم الوكيل. هذه السيده حالفه عليه وتهدداته وقالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيها قالت لك غتفارقوا هي على ولادك شكون الزوجه ديالو ماشي الزوجه ماشي الزوجه ديالته الاولى لا شي وحده يمكن بغات تلصق فيه ولا شي حاجه هذا الشيء حنا اللي لحد الان راه الشرطه يعني راه عنده علاقه بالسحر كيقولوا عنده السحر لان لقاو شي حاجه يعني ماشي سميتها فدوى يمكن لقاو شي حاجه قدام الباب حاجة. اه سما داكشي فيه فاش شفتي اخر خطره انا شفتو خويا اخر خطره واتصل بيا في عيد الكبير كان جا رد علينا في السبوع ديال البنيته الصغيره ديالته اربع شهور هذيك اخر مره شفتو دابا شي 3 شهور ولا شهرين باش عيط ليا في التليفون شنقول لك اخويا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمه خويا ويوسع عليه هادشي اللي كنقولوا الله يرحم الاسره كما كنلاحظوا متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر كنتواجدوا مع العائله ديال الشاب اللي يعني اللي قام بالعمل الانتحاري هو والزوجه ديالو كنتمنى لهم الرحمه والمغفره وكاين اسباب ودوافع لهذا الشيء كما جاء على لسان يعني العائله ولا لسان الام ديالو كنتمنى له الرحمه والمغفره في هذا النهار يعني حتى الخدمه ديالو الناس الناس الصديق ديال الصديق ديال اخي حسين بنفسه انت الصديق ديال المرحوم مسكين عاودنا عليه يعني واش غادي نقول لكم السيد كمال الله يرحمه كان واحد الانسان اللي معروف عليه النضال اي حاجه بغيتيها ديما داخل وسطها مستحيل تقول غادي ندير واحد الحاجه مثلا ولا غادي نتشاور مع كمال واش غادي يوافق ولا غيرفض ولا مباشره عارف بان كمال تيقول لك اللي درتو انا معكم اي حاجه فيها الحضور فيها النظر في هذه المسائل كان عنده مسكين الرغبه ديال هذا القطاع ديال الطاكسي انه كان يعني كان واحد من الناس اللي كان اللي كيهمهم ان هذا القطاع يمشي في الطريق ديالو في على احسن ما يكون واحد الانسان مسكين اللي اش نقول لك اللي الاسره الصغيره ضاعت فيه وكان كاع الناس ديال الطاكسيات لان راه يوقف معاك ويجري معاك ويدير معاك في سبيل الله وحاجته ماشي ديالو حاجته ديال يعني حنا صحابو وضعنا فيه حنا صحابو هذه غير 15 يوم كنا في العزاء ديال واحد السيد خونا توفى لي الاب ديالو كان السيد زعما ناض من الصلاه العشاء ديالو راه مستحيل تقول هذا السيد هذا غادي يمشي غادي ينوض غادي ينتحر زعما من نفسه مستحيل سيد راه بكامل العقل ديالو سيد واعي والانسان اللي شرب عقله مزيان لا اله الا الله صراحه
حنا بقى فينا بزاف يعني في الاصدقاء ديالو بقى فينا بزاف فبالاحرى مو فبالاحرى وليداته فبالاحرى واحد الانسان اللي كيبان هو اصلا هو تيبان بانه مرتاح سي تيبان بانه يعني ستابل عايش حياته ماشي شي واحد اللي عنده المشاكل ولا تقول معقد ولا تقول انسان مرتاح وزويون ولا اله الا الله دعنا فيه الصراحه الله يرزقهم الصبر الله يرزقهم الصبر الصديق ديال السلام عليكم الكمال الصديق ديالنا اخويا شنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله ضعنا فيه حنا دابا سامحين في الخدمه ديالنا كون ما كانش مزيان ما نجيوش نوقفوا هذه الوقفه هذه ونسينوا مسكين تيخرج الله يرحمه مسكين ويوسع عليه وكلوا الله تعالى اللي كان السبب في هذا الشيء هذا ايوا شنقولوا ما نسمحوش ما نسمحوش لهم هذو اللي كان السبب باش يشتوا هذه الاسره هذه كان السبب ما نسمحوش لهم والناس يتقوا الله راه اليوم الدنيا وغدا الاخره تقوا الله راه اليوم تقوا الله هذه شو هذا السيد فوليدات وشتوه ايوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحمه اخويا ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه دقات القبور اخويا هو اخونا وحبيبنا والحمد لله على كل حال المهم هذا قدر وقضاء من عند الله نطلب الله يتغمدوا ويقبلوا بواسع رحمته ان شاء الله الله يرحمه ويحفظه ويوسعه شكرا خوتي كما تلاحظوا متابعي قناة شوف تي في البث المباشر من مدينة كما كتلاحظوا متابعي قناة شوف تي في فهاد البث المباشر حنا كنتواجدوا امام عائلة كما كتلاحظوا بقاو واحد الدقيقة بلاصه لا حنا ما غاديينش ها انتوا ما غاديينش الدري اللي غادي كاين الهيف ما كاينش ماشي ها الهيف احنا في الاخر جلسنا كما كنلاحظوا شفتي في هذا البث المباشر يعني التصريحات ديال العائله يعني صعيب هذا الشيء كنتمنوا لهم الرحمه والمغفره شكرا متابعي قناة شوف تي في فهاد المباشر
حتى خير خرج. ليش ما صار كثير منيح؟